التساقط الوراثي اللي يكون. وفي معلومة بعد أيضا أنه يكون عن طريق الأب أو أقارب الأب، لا من الأم أو من الأم، وعند الرجال أكثر، ويعتبر التساقط الوراثي نادر بالنسبة للنساء، بس للرجال في الغالب. بس كيف أعرف أن هذا وراثي ولا عارض؟ من خلال الفحص الطبي. يعني أنت لما تجي بتسوي فحص طبي ما تحتاج تحاليل، اللي هو في الرجل مقدمة شعر الرأس تكون ساقطة إلى منتصف الشعر، خفة شعر الموجود. بالنسبة للنساء سليمة المنطقة الأمامية، ولكن عندها خفة شعر في النص في أعلى شعر الرأس. نعم. طيب يعني فهمنا المفارقة، الرجل من الرأس من البداية، المرأة لا من النص. طيب كذا هذا المعرفة الصلع الوراثي أو التساقط الوراثي.